بسم الله ما شاء الله، فيلا على مساحة 250 متر. تمام، دي كده ايه الدور الأول. تمام، الفيلا على مساحة 250 متر، من تحت استراحة كبيرة كده، ريسبشن كبير قوي، حاجة كده الله أكبر. الفيلا بتتباع بالعفش وبكل ما فيها، أجهزة كهربائية كل حاجة. تمام، يعني الفيلا بتتباع بكل ما فيها، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ربنا ايه يبارك لأصحابها، وربنا يبارك لصاحب النصيب اللي هياخدها، حاجة كده بسم الله ما شاء الله والله فعلا. تمام، طبعا هنا في بلكونة كبيرة قوي بسم الله ما شاء الله، يعني القعدة فيها كده بسم الله ما شاء الله بحر ترد الروح. تمام، تمام، احنا كده راجعين تاني. طبعا ده مطبخ امريكاني، وهنا في حمام تحت. طبعا بكل الاجهزة الكهربائية. ده حمام الضيوف كده، احنا طالعين الدور اللي فوق. طبعا احنا كده بسم الله ما شاء الله طالعين الدور التاني، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. طبعا الأرضيات كلها بورسلين، حاجة على أعلى مستوى. تمام، حاجة كده ايه بسم الله ما شاء الله. طبعا دي صالة كده زي نظام ليفينج، حاجة صغيرة كده. تمام،